طيب السكايب جاهز معانا؟ طيب اروح لفقره السكايب مع الزميل العزيز والمعلق الكونغولي جونيسان ماسيلا، طبعا المعلق الكونغولي في اذاعه كونغو اف ام. جونيسان طبعا في البدايه برحب بيك على شاشه قناه النادي الاهلي، وعايز اسالك على انت طبعا موجود في ملعب كينشاسا ان شاء الله اللي هيستضيف مباراه فيتا والاهلي في الجوله الرابعه، بس عايز اعرف منك الاعلام في الكونغو رؤيته لهذه المباراه الاولى اللي هتتلعب يوم السبت القادم في الجولة الثالثة من مباريات دوري أبطال إفريقيا. طبعا المهم بالنسبة لنا مهم جدا، وإحنا ننتظره بكل الشغف طبعا، ده لأن إحنا عارفين كويس أهمية النقاط المتوقعة من هذه المباراة، وطبعا أن احنا قدام الأهلي والفريقين يمتلكون نفس العدد من النقاط، طبعا بالتالي المنتظر هو أن كل من الفريقين هيقدم كل قوته عشان يحصل على المستوى الثاني، لأن طبعا الحصول على المركز الأول في هذه المجموعة وطبعا السحب اللي المفروض يحصل، هل هيتم مواجهه سيمبا؟ احنا مش ممكن نتوقع ايه هي نتيجه المباراه، ولكن عارفين انه هيكون ماتش صعب جدا، لان طبعا تشكيلات الفريقين واللعيبه الكويسين عند الفريقين اللي شفناهم بيلعبوا بكل قوه في الماتشات السابقه، النهارده بعد ما خسروا في كينشاسا مقابل سيمبا، طبعا احنا النهارده المفروض ان احنا نلعب على في حدود هذه الاربع مباريات، وان يكون عندنا الثقه المطلوبه علشان نقدر ندور ازاي نوصل للنتيجه المطلوبه في القاهره، وطبعا ان احنا بنكون بنلعب قدام الاهلي وقد ايه الصعوبه دي، وكذلك مستوى التقني، وكذلك انها عايزه تنتقم النادي الاهلي واللعيبه عايزين ينتقموا للمباراه التي خسروها مقابل سيمبا، وبالتالي نعلم ان منافسنا عليه هو ايضا ان يلعب بكل القوه. طيب طبعا انت بتعلق في اذاعه الكونغو اف ام وبتعلق دايما على مباريات فيتا كلاب، عايز اعرف منك ابرز العناصر اللي موجوده في الفريق هذا الموسم، خاصة أن حصل تغيير كتير في فريق فيتا عن الموسم الماضي. اسمح لي أقول أن في فيتا كلوب كل الفريق عندهم طبعا كل الفاعلية المطلوبة لمثل هذه المباراة، ولكن الجزء الأعظم من اللعيبة اللي أقدر أقول لك هيكون ليهم دور أساسي هو خط الدفاع، لأن الدفاع زي ما شفنا في أول الموسم كان له أثر مهم، وبالتالي مع الفريق ده عندنا نقاط ارتكاز ثابتة، ولكن أقول لك أن كل اللاعبين وكل الفرص اللي قدامهم هي اللي ممكن تخلق الفرق في المباراة، الفرص والبداية في التعامل مع الكرة هو اللي يسمح لنا بتحقيق ما يمكننا تحقيقه من هذه النقاط المطلوبة، وبالتالي النقطة القوية النهاردة اللي في اس في كلاب فيتا كلاب النهاردة هو انهم يقدروا يحققوا الفرق قدام الاهلي من خلال اللاعبين زي فيستون جلالا، وهو النهارده ممكن يكون على الاحتياط، ولكنه هو قادر طبعا انه يكسب ثقة مدربينه ويقدر ينزل المباراة يحقق فرص كبيرة وهيقدم كل اللي عنده زي ما دايما بيعمل، لان اللي عارفينه ان التشكيل اللي نازل بيه الفريق تشكيل قوي، وطبعا عندنا النهارده ديديه وشمانيه والهدافين بتوع الفريق واللاعبين الدوليين، الفريق كله زي ما بقول لك يقدر يحقق كل منهم، كل من عاصره تقدر تحقق الفرق، لان كلنا عندنا الثقه فيهم، وان كان برضو مباراتنا ضد السودان ادت الى نتيجه بتشجعنا. طيب في رايك قدوم فيتا كلاب الى القاهره قبل المباراه باسبوع هيفيد الفريق
ازاي فريق فيتا فكر ان يكون موجود في القاهره قبل ماتش باسبوع؟ يمكن الفرق الافريقيه اول مره فريق يقعد في القاهره اسبوع قبل ما يواجه الاهلي. طيب هقول ان طبعا الجزء التمويلي حين راح الفريق بتاعنا للسودان كان عليه المرور من خلال اديس ابيبا وبعدين للرجوع لكينشاسا، وطبعا التعب اللي ممكن يأثر يعني يكون نتيجه للسفر للساعات الطويله. طبعا كان في برضو المباراه اللي لازم يلعبها امبابي من بيبي، وكذلك بعض الإصابات اللي اتحصلت على مستوى هذا الماتش. طبعا كل ده جاب أثره إلى أنه هيكون أغلى على الفريق أنه يرجع لكينشاسا وبعدين يرجع يروح القاهرة تاني. وبالتالي أنا بعتقد أن السبب الرئيسي اللي دفع بالفريق إلى أنه يذهب إلى القاهرة مبكرا هو الجانب المادي، وهي أحد العناصر. ولكن طبعا برضو في عناصر أخرى، وهي أن الفريق كان محتاج يتعود على المناخ في مصر حتى يكون قادر على مقابلة الأهلي. إحنا في مصر في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وبالتالي بالنسبة لنا كان لازم أن اللاعبين يتعودوا على الجو عندكم، لأن إحنا عندنا الحرارة عالية جدا، ولو سابوا الجو بتاعنا مباشرة ويروحوا يلعبوا في مصر الساعة 8 مساء طبعا هيبقى في فرق كبير، يعني ممكن يأثر على قدرتهم على اللعب. وبالتالي من الدروس اللي استفدناها من الماضي، انا شايف انه كان من الافضل ان عشان نقدر نوصل لنتائج كويسه، يعني طبعا لو ما قارنا بمباراتنا مع الاهلي في 2019 انا شايف ان كان مناسب ان نتعود على الجو المصري، وكذلك برضو اثر الجزئيه الاقتصاديه، وبرضو إن اهم حاجه ان مش اللعيبه مش مفروض ان هم يتقابلوا بمفاجآت، وبالتالي جينا بدري. طيب اخر سؤال عايز اعرف منك، مباراه فيتا كلاب والاهلي في الجوله الرابعه، هل هتشهد حضور جماهير في ملعب كينشاسا الوطني؟ هل المباراه ممكن تتلعب مساء في نفس توقيت مباراه فيتا وسيمبا لما اتلعبت الساعه 8 بالليل، ولا المباراه تتلعب الساعه 3 العصر؟ ساعة المباراة توقيت المباراة لم يتم تحديدها بعد، ولكن أنا بعتقد أن لو كانت الساعة 3 طبعا ده هيدينا يعني نقطة إيجابية بالنسبة لنا، لأن الحرارة هنا إحنا متعودين عليها. لو لعبنا بالليل الساعة 8 طبعا هيبقى الجو أفضل كتير، ولكن إن إحنا كان علينا الاختيار. طبعا الشمس الساعة 3 الظهر الثلاثة بعد الظهر طبعا هتكون أفضل للنوادي اللي متعودة للعب في الحرارة. وطبعا الأهلي في هذا الماتش أنا عارف أنه هيقدم اللي يقدر عليه، ولكن بالنسبة لحضور المشاهدين أنا عارف أن هيكون في حدود حددتها الكاف بالنسبة لعدد الحضور، ولكن أنا مش متأكد من عدد الحضور المتوقع، لأن إحنا عندنا الكرة محبوبة من عدد كبير من الشعب، وطبعا المباراة دي هي منتظرة بكل الشغف. ولكن طبعا الحدود العدد الحضور في المباراة هي اللي هتحددها الكاف والاستاد. شكرا جوناثان ماسيلا طبعا المعلق الكونغولي في إذاعة كونغو اف ام الكونغولية، أنا بشكره شكرا جزيلا على هذا اللقاء. جوناثان طبعا معلق من المعلقين اللي بيعلق دايما على مباراة فيتا كلاب الكونغولي. حبيت أتأكد منه على فكرة حضور الجمهور، المباراة تتلعب الساعة 3 العصر ولا بالليل؟ يمكن هي مباراتهم مع سيمبا اتلعبت الساعة 8 بالليل، لكن يبدو ان هم عايزين يلعبوا مع النادي الأهلي الساعة 3 العصر، يستغلوا درجة الحرارة والرطوبة العالية. حضور الجمهور هو بالنسبة لي رد مفاجئ، لأن أنا عارف إن المباريات في كينشاسا بتتلعب بدون حضور جمهور، لكن يبدو إن في اتجاه إن هم عايزين يسمحوا بحضور عدد من الجماهير زي ما حصل في مباراة سيمبا. هي في النهاية اللائحة بتقول إن الأندية بتطلب من الكاف والكاف بيوافق، لكن أيا كان العدد
مفيش هنا اجراء التزام على الانديه ان يحضر بعدد معين او اجراءات احترازيه. بشكل عام دي كانت الصوره قبل مباراه الاهلي وفيتا في الجوله الثالثه، وحابين نلقي الضوء على مباراه الجوله الرابعه اللي هتكون بعدها على طول بحوالي اسبوع 10 ايام. عملنا ده قبل مباراه سيمبا وعرفنا كل الاجواء في تنزانيا قبل الفريق ما يسافر، وكنا حريصين النهارده برضو نلقي الضوء على استعدادات فيتا قبل مواجهه الاهلي. موجودين هم في مصر بيلعبوا طبعا، لعبوا مباراه وديه اول امبارح مع حرس الحدود، تدريبات يوميه في الملعب الفرعي لنادي حرس الحدود. رئيسه النادي باستين كازادي لسه واصله النهارده صباحا وموجوده مع الفريق، وفي مكافئات خاصه ليها للاعبين في مباراه الاهلي. مباراه قويه وصعبه ولازم نستعد لها استعداد جيد جدا، وان شاء الله الفوز هيكون حليف النادي الاهلي في مباراه يوم السبت.